أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان إلى حلقة نقاشية جديدة من داخل مكتبة الإسكندرية، نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر. يومان من المباحثات واللقاءات للرئيس عبد الفتاح السيسي في دولة الإمارات، زيارة حصدت المزيد من التعاون الثنائي بين البلدين وتوافق الرؤى في حلول الأزمات التي تحاصر دول المنطقة، واتفاق شبه كامل على وضع استراتيجية موحدة لمواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف التي تفشت في العالم بأسره وأصبحت تهدد السلام والأمن العالميين. العديد من الخبراء وصفوا هذه الزيارة الناجحة للرئيس السيسي إلى الإمارات ومن قبلها إلى سلطنة عمان بأنها تعدت الأبعاد الاستراتيجية لتصل إلى مرحلة التطابق الكامل في الرغبة لتعزيز أواصر التعاون العربي المشترك وتوطيد اللحمة العربية لتنطلق في أفاق أوسع وأرحب. للمزيد عن الزيارة ونتائجها نستعرضه معا في جولتنا الإخبارية، ابقوا معنا. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات لها دلالات ستنعكس نتائجها خلال الفترة المقبلة بحسب خبراء. فالمباحثات بين الجانبين شهدت بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تطويرها، وذلك استمرارا لمسيرة التعاون المثمر بين القاهرة وأبو ظبي. استقبال حار للرئيس السيسي بالإمارات يعكس مدى عمق العلاقات وينبئ عن نتائج جيدة على كافة المستويات بحسب مراقبين. العلاقات بين مصر والإمارات نموذج مثالي للتعاون الاستراتيجي البناء بين الدول العربية، هذا ما أكده الرئيس السيسي خلال جلسته مع الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أبرز القضايا التي طرحت على طاولة النقاش والتي ضمت وفداء البلدين كانت أهمية التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، وشدد الجانبان على وضع استراتيجية شاملة لمنع التنظيمات الإرهابية من الحصول على السلاح والمال والمقاتلين، فضلا عن محيم الغطاء السياسي وتوفير المنابر الإعلامية لهم. وأكد المكتوم والنهيان دعم الإمارات ومساندتها لمصر في حربها ضد الإرهاب. وعلى الجانب الاقتصادي فإن الزيارة ستكون لها نتائج اقتصادية هامة لمصر وفقا لمحللين، فالطرفان لديهما علاقات اقتصادية قائمة وراسخة بالفعل في مختلف المجالات، أبرزها تنمية محور قناة السويس ومشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة. فالإمارات تتبوأ المركز الأول دوليا وعربيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار، إذ ارتفع حجم الاستثمار الإماراتي إلى 6 مليارات و200 مليون دولار في عام 2017 مقارنة ب 6 مليارات دولار في العام السابق له 2016. إذن محاور عدة نناقشها اليوم. 5 زيارات للسيسي إلى الإمارات منذ وصوله إلى الحكم، كيف تترجم من خلالها العلاقة بين القاهرة وأبو ظبي؟ ملفات عدة طرحت على طاولة المباحثات بين السيسي وقادة الإمارات، ماذا أفضت إليه من نتائج؟ بردود تلك الزيارة في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع بالمنطقة وتتكالب القوى الكبرى على بسط نفوذها وصولا للتدخل في شؤون العديد من الدول العربية. ما هي أهمية توافق الرؤى وتطابق وجهات النظر بين القاهرة وأبو ظبي في مواجهة الإرهاب والوقوف أمام داعميه ومموليه؟ كل هذا وأكثر نناقشه بعد الفاصل مع سعادة السفير هاني شاش مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في كل مكان، والحديث حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى دولة الإمارات. حصاد هذه الزيارة ينضم إلينا سعادة السفير هاني شاش مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سعادة السفير.
أهلا وسهلا. أهلا. سعادة السفير، يعني العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي علاقات ممتدة تاريخيا، وبحسب خبراء ومراقبين نموذج العلاقة ما بين القاهرة وأبو ظبي هو النموذج الأقرب إلى النموذج المثالي في العلاقات العربية العربية. كيف تقرأ هذه الزيارة الأخيرة وكيف تقيم حصادها؟ في الحقيقة كما أشرت سيادتك، هي علاقات ممتدة تاريخيا منذ أن أرسى دعائمها الراحل الشيخ زايد، وصار أنجاله على نفس النهج. هو من أدرك أن مصر رمانة ميزان المنطقة العربية، ووجوب أن تكون علاقات الدول الخليجية والإمارات بصفة خاصة علاقات استراتيجية مع مصر، ومصر بقيادتها على مر المراحل الماضية وحاليا مثل الخليج لها بالنسبة إليها، أمن الخليج اعتبر جزء من الأمن القومي المصري. التحديات والمشاكل الموجودة الآن في المنطقة العربية فرضت مزيد من التعاون الاستراتيجي بين الدولتين، ومزيد من التنسيق في المواقف، وتطوير أكثر للعلاقات بين القيادتين وبين الشعبين، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي، بل غطت كافة المجالات الأخرى من ثقافية وعسكرية وغيرها. الحقيقة أن التحديات الموجودة حاليا في أكثر من بلد عربي فرضت إذا تحدثنا عن الجانب السياسي، وهي زيارة يعني متعددة الأبعاد، البعد السياسي نحن يعني يفصلنا عن مؤتمر القمة العربية الذي سوف يعقد في الرياض حوالي شهر. البعض يقرأ أن هذه الزيارة تأتي في إعادة مرة أخرى يعني الصف العربي وتلقية الأجواء العربية. كيف يمكن أن تساهم القاهرة وأبو ظبي في الإعداد والتحضير الجيد لهذه القمة التي ستعقد في ظرف صعب ودقيق تمر به الدول العربية؟ في الحقيقة هناك إعداد وترتيبات تجري لأن تمر القمة العربية القادمة، أو أن تنجز القمة العربية القادمة، حد أدنى من المصالحات ومن التوافق العربي إزاء التحديات الخطيرة والكبيرة التي اجتاحت العالم العربي في السنوات القليلة الماضية. أنت كما تعلم سيدي، هناك التحدي الأكبر وهو تحدي الإرهاب ومن يقفون خلفه ومن يدعمونه ماديا وإعلاميا. هناك محاولة لإثناء دولة قطر عن المضي في الدور التخريبي الداعم لقوى الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأنت تعلم التجمع الرباعي الذي يضم السعودية ومصر والإمارات والبحرين لمحاولة إيقاف الدور القطري التخريبي والداعم لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإرهابية. هناك تحديات أخرى، هناك أكثر من بلد عربي توجد به أطماع وقوات أجنبية إقليمية ودولية. بالنظر لبلد مثل سوريا، هناك قوات أمريكية وقوات روسية وقوات تركية وقوات إيرانية. هناك اليمن، هناك على أرضه يجري دعم قوة تخريبية، قوى الحوثيين من جانب إيران. هناك ليبيا يجري برضو من تركيا ومن قطر يتم دعم القوى الجماعات الإرهابية هناك. هناك أكثر من جبهة. كل هذه الملفات سعادة السفير، عفوا للمقاطعة، يعني كل هذه الملفات إلى أي مدى بتتطابق وجهات النظر ما بين القاهرة وأبو ظبي؟ يعني كان هناك تصريح لوزير الخارجية السيد سامح شكري قال إن هناك يعني تطابقا كاملا في وجهات النظر في الملفات المختلفة بالمنطقة. إلى أي مدى هذا التطابق يمكن أن يساعد أو يقدم حلول ما لبعض الملفات العالقة في المنطقة؟ هو في الحقيقة كلا الدولتين يعني اتخذت النهج الأول، وهو محاولة حل الصراعات والتحديات والمشاكل الموجودة حاليا باتباع النهج الأسلوب الدبلوماسي والحوار السياسي.
ولكن كما ترى سيادتك أن القوى الإقليمية، الدور التركي والدور الإيراني التخريبي، ومع الأسف الشديد بتعاون وثيق من دويلة قطر، هناك تحديات كبيرة على عدد من أراضي الدول العربية مثل سوريا واليمن وليبيا. تطلبت هذه التحديات وهذه المشاكل وهذا التدخل الإقليمي والدولي الخارجي، تطلبت تعاون استراتيجي أكبر وأوثق بين كل من الإمارات ومصر وأيضا السعودية في محاولة للتصدي لهذا التدخل الخارجي المخرب، والذي يقف وراءه أيضا بعض أجهزة المخابرات الدولية في محاولة لتنفيذ مخطط جهنمي بتفتيت وتجزئة الدول العربية أكثر ما هي مجزأة ومفتتة. هذه هي الزيارة الخامسة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، وكان من قبلها زار الإمارات أيضا حينما كان وزيرا للدفاع. نحن نتحدث عن 6 زيارات لدولة الإمارات العربية المتحدة. في كل مرة يؤكد الرئيس السيسي على أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن المصري، ودائما ما تخرج الإشارات من القاهرة بأن نحن دائما ملتزمين بأمن منطقة الخليج. ما هي الرسائل الجديدة وراء هذا التأكيد والتي تبعثها هذه القمة وهذا اللقاء؟ مما لا شك فيه تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة على أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري، إنما هو رسالة موجهة للقوتين الإقليميتين الطامعتين في أراضي وبعض الدول الخليجية وفي بسط نفوذها وهيمنتها على دول عربية أخرى. سيادتك تعلم أن هناك خلفية تاريخية، الإيران تحتل 3 جزر الإماراتية، أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، ولا تريد أن ولا توافق على اللجوء إلى التحكيم الدولي أو محاولة حل الصراع بالوساطة وبالوسائل السلمية. هناك أطماع إيرانية تتمثل في محاولة بسط النفوذ ومحاولة تشجيع وتسريب بعض مهاجري القوارب غير الشرعيين من الشواطئ الإيرانية إلى دولة الإمارات ودولة البحرين. هناك ما شاهدناه مؤخرا من تنامي الأطماع والنفوذ التركي وإرساء قاعدة على أراضي قطر، وإرسال 5000 جندي تركي يقبعون الآن على الأراضي القطرية. هذه التدخلات وهذه الأطماع ومحاولة بسط النفوذ على دول الخليج تنبهت لها مصر الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات، وحينما يعلن الرئيس السيسي أكثر من مرة بأن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، هي رسالة لإيران ورسالة إلى تركيا وأي قوة أخرى تفكر في غزو أي من الدول الخليج، وهو تصدي لمحاولات نشر المذهب الشيعي على أراضي دول الخليج، وهي في ذلك تستغل يعني هناك بعض الأقليات الشيعية والتي تشكل نسب مختلفة تتراوح ما بين 30% في بعض الدول تصل إلى أكثر من 50% في دول أخرى. الإمارات يعني هذه الزيارة أيضا إلى خطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. صحيح. يعني وراء هذه الزيارة كما ذكرت وأوضحت رسائل لقوى إقليمية طامعة بشكل مباشر ورسائل موجهة، لكن أود أن أنتقل معك سعادة السفير إلى الجانب الاقتصادي، لأنه جانب في غاية الأهمية أيضا في العلاقات ما بين القاهرة وأبو ظبي. نحن بلغة الأرقام نتحدث أن إجمالي التبادل التجاري وصل إلى ما يزيد عن 3 مليارات دولار فقط في 10 أشهر الأخيرة، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات هي الدولة الأولى أو الأكبر في استيراد المنتجات المصرية. كيف ترى أفاق التعاون الاقتصادي بعد هذه الزيارة ما بين القاهرة وأبو ظبي؟
مما لا شك فيه أن الست زيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات تؤتي ثمارها الآن. كان من قبل حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات الإماراتية في مصر لم تكن ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والأخوية صحيح. والتاريخية بين القيادتين وبين الشعبين. الحمد لله الآن بمعدل سنوي تتزايد الاستثمارات الإماراتية في مصر ويتزايد حجم التبادل التجاري، وهذا يعني هذه هي الأرقام الرسمية المعلنة، ولكن هناك علاقات غير مرصودة ما بين الشعبين ترفع هذه الأرقام إلى أرقام أكبر من هذا. وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا على الإشادة بالدعم الإماراتي لمصر في السنوات صحيح. القليلة الماضية في كل أزمة اقتصادية مرت بها مصر مثل أزمة الوقود وغيره، وقفت الإمارات مثلها مثل الشقيقة السعودية، وقفوا إلى جانب مصر، وكانت الإمارات سباقة دائما دون إعلان عن دعمها ورغبة منها أيضا بعدم الإعلان عن الدعم الكبير التي تقدمه الإمارات استثماريا واقتصاديا لمصر، والتي تعتبرها أكثر من مسؤول إماراتي، اعتبر مصر هي رمانة الميزان وهي الشقيقة الكبرى وهي الداعمة للأمن القومي العربي ليس فقط أمن الخليج. زيارة مهمة، وأخيرا سعادة السفير، ما بعد هذه الزيارة كيف ترى مستقبل التعاون ما بين الإمارات ومصر والوصول إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي بشكل كامل بين البلدين في أقل من دقيقة بعد إذنك؟ أعتقد أن هذه الزيارة ستؤتي ثمارها قريبا جدا في مزيد من التعاون الاستراتيجي على كل المستويات، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. سيتم التعبير عن نتائج، الإعلان عن نتائج قريبة تعكس حجم التنسيق والتعاون على أعلى مستوى بين القيادتين وبين مؤسسات الحكم في الإمارات وفي جمهورية مصر صحيح. العربية. سعادة السفير هاني شاش مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة وهذا التحليل. ختام نافذة اليوم، مشاهدينا في كل مكان يمكنكم متابعة قناة أون لايف على موقعنا على اليوتيوب، وكذلك على صفحتنا على فيسبوك وتويتر الظاهرة على الشاشة أمام حضراتكم. إلى اللقاء.